أهلا بكم. يقول الخبراء الاقتصاديون إن مبيعات نافذة العملة من الدولار أضخم بكثير من الحاجة الفعلية للسوق العراقية ولا مبررات اقتصادية لها من قبل البنك المركزي العراقي. ويضيف هؤلاء الخبراء أن الفروقات السعرية الناتجة من بيع الدولار تعني أن هناك إهدارا وضياعات نقدية كبيرة من بيع الدولار تذهب إلى صالح أطراف مصرفية وتجارية مع خسارة الاقتصاد العراقي دون تقديم تلك المصارف أي خدمة مصرفية حقيقية رغم الحاجة الماسة للاقتصاد العراقي لتلك الخدمات المصرفية والمالية. الإهدار الضخم لمبالغ دولارية من خلال مزاد العملة أضعف بشكل كبير وأثر سلبا على فاعلية السياسات النقدية التي يطبقها البنك المركزي، حيث ساهمت مبيعات مزاد العملة الأجنبية إلى المصارف الأهلية الخاصة ساعدت على تضخيم أرصدتها في مصارف خارجية بشكل كبير دون فائدة حقيقية للاقتصاد العراقي. التبعات الاقتصادية والمالية لتهريب ملايين الدولارات عبر بيعها من منافذ البنك المركزي والعقوبات الأمريكية على المصارف المملوكة للميليشيات هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: ما المخاطر الاقتصادية والمالية المترتبة على بيع الدولار عبر المنافذ والمنصات ومن ثم تهريبه إلى الخارج؟ وهل ثمة مبررات اقتصادية ومالية من البنك المركزي العراقي لمبيعات نافذة الدولار وحاجة السوق العراقية لهذا البيع؟ ومن هي الأطراف المصرفية والتجارية التي تستفيد من هذه المنافذ الدولارية والتي تأتي على حساب الاقتصاد العراقي؟ وما تداعيات عقوبات الفدرال الأمريكي على المصارف العراقية والمملوكة طبعا للميليشيات بسبب خرقها العقوبات واستمرار تهريب الدولار إلى إيران؟ ضيفة الحلقة زياد الهاشمي سناء عبد القادر. منذ أن خفضت قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأمريكي في عهد حكومة الكاظمي، والعراق يعيش على وطئ أزمة مدخرات مالية بالنقد الأجنبي وتضخم يتفاقم في السوق يوما بعد آخر، حتى وصل الأمر إلى محاولات حكومية حثيثة لإرجاع سعر الدينار إلى ما كان عليه قبل ذلك، محاولات باءت بالفشل حتى جاءت حكومة السودان وأعلنت عن خطوة رآها مراقبون متهورة برفع قيمة الدينار مجددا أمام الدولار الأمريكي. ولم تمض أيام حتى تبين أن هذه الخطوة لم تكبح جماح التضخم ولم تحتوي أزمة السوق المالية الموازية، بل على العكس كان لها نتائج كارثية من حيث الفارق في صرف الدينار بين البنك المركزي والسوق السوداء. وكذلك نشطت عمليات تهريب العملة ووجدت المصارف المرتبطة بإيران بيئة خصبة للمضاربة في السوق وكسب مزيد من النقد الأجنبي وجعله شريانا لإيران التي تواجه عقوبات أمريكية مالية. وفي خطوة لتجفيف منابع النقد الأجنبي عند إيران، فرضت واشنطن عقوبات على مصارف في العراق مرتبطة بتمويل إيران، وكذلك لها علاقة مع البنك المركزي الحكومي، فدخل القطاع المالي العراقي في أزمة جديدة انعكست بدرجة أساس على حياة المواطنين بسبب تأثيرها على سعر المواد في السوق. وبذريعة احتواء المبيعات غير المنضبطة للدولار، حصرت حكومة السودان مبيعاته عبر نوافذ محددة، لكن مراقبين قللوا من فاعلية هذه الخطوة على مستوى التضخم وسعر صرف الدينار. وعلى العكس من ذلك، رأوا أن هذه الخطوة تأتي في إطار احتكار مجموعة من الأحزاب النافذة لمبيعات العملة الأجنبية والتملص من العقوبات المفروضة على عدة مصارف. فباعتبار منصات بيع الدولار هذه مرتبطة بالحكومة، فستكون في منأى عن عقوبات واشنطن، وبالتالي تستطيع الأحزاب النافذة مرة أخرى إمداد إيران بالنقد الأجنبي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار. تبحث الحلقة في التبعات الاقتصادية والمالية لتهريب ملايين الدولارات يوميا عبر بيعها من منافذ البنك المركزي والعقوبات الأمريكية على المصارف المملوكة للميليشيات. ضيف الطاولة الأستاذ زياد الهاشمي الخبير الاقتصادي، وسيكون طبعا من لندن عبر سكايب، ومعنا أيضا من العاصمة النرويجية أوسلو الدكتور سناء عبد القادر وهو أيضا خبير اقتصادي. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين، ونبدأ مع ضيفنا من لندن زياد الهاشمي. الأستاذ زياد، الحقيقة ليس هناك من مبررات اقتصادية ومالية
مقنعة يقدمها البنك المركزي العراقي لإيجاد هذه المنافذ والمنصات لبيع ملايين الدولارات. الحقيقة الأرقام تتحدث عن متوسط بيع يومي 250 مليون دولار. هل ثمة مبررات لهذا البيع المليوني من الدولار من الدولارات يوميا؟ نعم، تحية طيبة أستاذ ماجد والأستاذ سناء والمشاهدين جميعا. أهلا وسهلا. الحقيقة هذا يعيدنا للنموذج الذي تم تشكيل النموذج الاقتصادي أو النموذج المصرفي والنقدي اللي أسس الحقيقة بريما في عام 2004، بحيث أنه خلى الاقتصاد العراقي يعتمد على مصدر واحد لتوليد العملة الصعبة، ألا وهي يعني مزاد العملة والذي سمي لاحقا بالنافذة. هذا الباب الحقيقة هو الباب الوحيد الذي يعني أسس الأمريكان بسبب احتلال البلد في حينها وتدمير كافة القطاعات، ولم يكن الحقيقة هناك أي منفذ آخر لتوليد العملة الصعبة بطريقة طبيعية سوى بيع النفط ووضع يعني إيرادات النفط في هذا المزاد وبيعه لتحريك عجلة الاقتصاد. لكن هذا الحل الذي وضعوه الأمريكان الحقيقة كان حلا مؤقتا حتى يعني يستعيد البلد عافيته وتعود النشاطات الاقتصادية والصناعية والتنموية لتولد العملة الصعبة بشكل طبيعي. الحقيقة أنه مع مرور يعني السنوات الحكومات المتعاقبة العراقية يعني اعتاشت أو اعتمدت بشكل كامل على هذا المزاد ولم تغير النموذج المصرفي والنقدي والاقتصادي الذي تأسس عليه أيام يعني خلال فترة الاحتلال. وبالتالي اليوم إذا نتكلم على يعني وصلنا إلى بعد 20 سنة من تأسيس أو تقريبا 19 سنة من تأسيس مزاد العملة، نجد أن هناك إدمان يعني اقتصادي بشكل كبير على نافذة العملة. هذا البنك المركزي عندما يحاول أن يجد بدائل أخرى الحقيقة لتوليد العملة الصعبة داخل الاقتصاد العراقي يجد أن هناك لا يوجد بدائل حقيقية، وبالتالي لا بديل لديه لإدامة حركة النقد ودوران العملة الصعبة واستبدالها بالدينار العراقي ويعني استمرار يعني الحركة الاقتصادية والنقدية داخل العراق سوى عن طريق نافذة العملة. هذه المشكلة كبيرة الحقيقة، يعني يبين لك كيف أن النموذج الاقتصادي العراقي هو نموذج ضعيف من الهشاشة بمكان، بحيث أنه الكثير أو أصغر المتغيرات ممكن أن تؤثر عليه. بالتأكيد هناك مخاطر كثيرة ربما يعني نناقشها لاحقا. هل هذا البيع المليوني للدولار انعكس إيجابا على حركة السوق على اعتبار أنه لا وسيلة أخرى لتوليد الدولار بعد عام 2003 إلا بهذه الآلية أو الطريقة؟ هل انعكس إيجابا على حركة اقتصادية في السوق العراقية؟ المشكلة أستاذ ماجد أنه من خلال المزاد من خلال نافذة العملة عملية الحصول على الدولار هي عملية بسيطة، عملية تكاد تكون سهلة الحقيقة. لا يوجد نشاط اقتصادي فيه مراحل متعددة حتى يتم في النهاية انتاج اموال او انتاج عائدات او انتاج ارباح، هي مجرد يعني تبديل دينار بدولار والدولار ياخذ طريقة يعني اكثر من قناة. وبالتالي وجود الدولار داخل الاقتصاد العراقي دون ان يقدم منفعة اقتصادية سواء خدمات او منتجات او يعني قيمه مضافه يعني كافه القطاعات الموجوده داخل الاقتصاد العراقي، انما يتم يعني اخذها وتحويلها الى جهات، بالتاكيد جهات اغلبها تكون خارج البلد، عمليه تهريب متبوعه بعمليات غسيل اموال واعاده جزء من عدها الى الداخل العراقي لدعم انشطه سياسيه، انشطه ربما غير مشروعه وهكذا، او ابقاء جزء كبير منها يتم يعني تدويره في الدول او الاقتصادات الخارجيه، وبالتالي هي خساره كبرى للاقتصاد العراقي انه يبيع نفطه ويحصل على ايرادات، وهذه الايرادات لا تخدم لا تضيف قيمه يعني الى داخل الاقتصاد العراقي الا ربما جزء معين محدود. نعم، أنت ذكرت أن هذا النموذج نموذج فريد أوجد بريمر بعد العام 2003 بعد تدمير البلد. هذا النموذج نموذج بيع دولار عن طريق منافذ تابعة للبنك المركزي العراقي، هل له شبيه في العالم أم أنه يعني نظام متفرد لا نظير ولا شبيه له؟ الحقيقة يعني أنا بحثت أنه أجد نماذج مشابهة موجودة يعني ممكن أنه نسقطها على الوضع العراقي، حقيقة لم أجد. يعني حتى وإن وجد
هذا الحل بكل الأحوال هو حل مؤقت، والأمريكان بشكل واضح يعني هناك مقالات يعني عديدة كتبت من قبل المستشارين الماليين والاقتصاديين في السفارات الأمريكية اللي كانت موجودة في بغداد دائما يذكرون أنه نقدم نصائح لرؤساء الحكومة العراقية أنه هذا النموذج نموذج مؤقت يجب التخلص منه بأسرع وقت وتحريك عجلة الاقتصاد، لكن تعرف أن تحريك عجلة الاقتصاد يتطلب خطط تنموية وخطط استراتيجية وإعادة يعني إحياء قطاعات تم تدميرها، هذه مسألة يعني تأخذ وقت وتحتاج جهد وخبرات، وبالتالي الحل الأسهل لهذه الحكومات هو استحصال دولار النفط وبيعه وعمل هذه المداورة. ولا ننسى أن على طول ال 19 سنة وال 20 سنة السابقة تم تأسيس شبكات من الفساد ومافيات التهريب وتبييد الأموال على هذا المزاد، يعني هذه الشبكات تحتاج على هذا المزاد. سنتحدث عن الأطراف الداخلية والخارجية المستفيدة من استمرار هذا الاستنزاف للعملة الصعبة في العراق. دكتور سناء مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. دكتور، هل تعتقد أن السوق العراقية بهذا الحجم، الدكتور بدا اسمع صوته طبعا بس رد علي السلام، دكتور سناء انا دا اسمعك جيد. نعم طيب، نعم. حتى بس اطمئن انه انا هم اسمعك جيدا. نعم. هل هذا السوق العراقيه ثمه حاجه لهذا البيع 250 مليون دولار يوميا، يعني باربع ايام مليار دولار، هل تعتقد ان السوق العراقيه بحاجه لهذا الرقم الكبير الدولاري؟ نعم لا تكون بحاجة. أرجع مرة ثانية أنه قانون رقم 56 2004 الذي صاغه بريمر خطأ جدا. نعم. لماذا؟ لأنه إحنا نعرف سابقا أنه عندنا ما يسمى مديرية التحويل الخارجي أو مديرية الرقابة على التحويل الخارجي، نحن لدينا اقتصاد ريعي يعني يعتمد على بيع النفط وعلى مداخيل النفط التي نستلمها، وبذلك أنه 90% من تمويل الميزانيات العراقية وأخر شيء 85% هو يعتمد على مداخيل النفط العراقي. إذن لدينا مشكلة الآن في مسألة هذا الهدر الكبير للعملات الصعبة داخل الاقتصاد الوطني العراقي وتقوم بها هذه البنوك. أول شيء طبعا أحب أن أخبركم أنه تصريح لوزارة الخارجية الأمريكية بالأمس مستندة على وزارة الخزانة الأمريكية أنه نحن لم نقوم بتوجيه العقوبات إلى هذه المصارف الـ14 وقبلها الأربع مصارف يعني تصير 18، وإنما بالعكس نحن أردنا أن نوجه عنايتها ونظرها أنه لا تقوم بعملية استغلال هذه الأموال الصعبة لصالحها. توجد عندي مسألة مهمة جدا، مسألة أنه ما يسمى بالاعتمادات المستندية المصرفية، يعني هذه المصارف لماذا تقوم باستلام هذه الكميات الهائلة من العملة الصعبة؟ لماذا؟ هل مجال استيراد؟ استيراد مدى؟ هل استيراد آلات ومكائن ومصانع و استيراد كذلك ألبسة واستيراد مواد غذائية وداخلية؟ نعم. دكتور سناء، الحقيقة البلد الآن العراق الآن يستورد كل شيء من البصل إلى الطائرة، فلذلك يحتاج إلى هذه، يعني بعض الاقتصاديين يتحدثون أنه يحتاج إلى هذه الأرقام الكبيرة من الدولار لتغطية هذه الاستيرادات من الخارج. العراق لا ينتج شيئا من السلع والخدمات نهائيا. أنا متفق وياك أنه العراق الآن بلد هو مستهلك. نعم. لكافة المواد التي تنتج بالخارج. نعم. لكن أرجع مرة ثانية أنه باعتماد هذا الأسلوب الذي نقول أنه هو الاعتمادات المستندية، يعني هذه الاعتمادات المستندية تعتمد وتستند على استيراد سلع وخدمات يجب أن يعترف بها البنك المركزي هل هي بحاجة إليها أو لا، وكذلك ديوان رقابة على النقد أو ديوان الرقابة المالية. إذن هذه الكميات الهائلة أنا باعتقادي يقوم باستيراد يمكن أقل من النصف، والباقي تذهب إلى جيوب هذه المصارف ويتم تهريبها. نعم. إلى خارج العراق من أجل تمويل عمليات
استثمارية لدول أخرى تستفاد من عندها، وهذا يعتمد كذلك على نظام المحاسبة الطائفية المقيتة التي لا هو هذا السبب. نعم. الذي جاء به بريمر، وكذلك احنا لدينا مثال في لبنان أنه هذا النظام الاقتصادي ليس اقتصادي، هو نظام المحاسبة الطائفية المقيتة الذي لا يستفاد منها العراق ولم يستفاد منها لبنان. وأنا دائما أكرر أنه الميزانية العراقية هي تقوم بتمويل النشاطات الاقتصادية ليس فقط العراق وإنما إيران، لبنان، سوريا. اسمح لنا دكتور، خلي هاي نقطة مهمة جدا ونحيلها إلى ضيفنا زياد في لندن. زياد، من هي الأطراف الاقتصادية والتجارية الداخلية والخارجية المستفيدة من هذه البقاء واستمرار منافذ البيع على الرغم من أنه كان أسلوبا مؤقتا يجب أن لا يستمر 20 عاما؟ من هي المستفيدة، من هي المصرة، من هي الحريصة على إبقاء هذه المنافذ التي تدور عليها 250 مليون دولار يوميا من أموال العراق؟ يعني استاذ ماجد، احنا خلي نعرف انه نتكلم على مبيعات تتجاوز المئات من الملايين بشكل يومي. بالتاكيد الاطراف اللي راح تكون يعني مستفيده منها او معتاشه عليها او تتكسب منها هي اطراف كثيره الحقيقه. متنوعه الاتجاهات، نتكلم عن احزاب سياسيه، نتكلم عن بارونات فساد ومافيات فساد، نتكلم عن تجار سلع ومنتجات ممنوعة كالمخدرات كالأمور الأخرى، نتكلم حتى على شبكات تهريب والمتاجرة بالبشر، نتكلم على تجار موجودين أو صناعات موجودة في دول مجاورة لا سيما في إيران، أسست ونمت هذه التجارة والصناعة الحقيقة على المتاجرة مع سوق واحد اللي هو السوق العراقي لا غير. بدون هذا السوق الحقيقة قطاع يعني جزء مهم من هذه الصناعات في إيران وحتى في سوريا سينتهي أو يتلاشى، وبالتالي الحقيقة المسألة كبيرة. نتكلم كذلك على مافيات التهريب وتبييض الأموال، هذه مافيات دولية موجودة في دول عدة، موجودة يعني في الشرق الأوسط في لبنان وغيرها من الدول. هذه مهمتها التعاون والتخادم مع الأطراف الموجودة داخل العراق يعني إكمال مهمة تبييض الأموال التي تخرج من خلال العراق. البضاعة يعني من خلال الحوالات مثل ما ذكر الدكتور أو من خلال رسائل الاعتماد التي تطلق من خلال البنك المركزي ومن خلال المنصة. واحدة من الإشكاليات اللي شخصها الفدرالي الأمريكي أن يعني مبالغ تقييم البضاعة مبالغ بها، بضاعة على سبيل المثال قيمتها الحقيقية مليون دولار توضع في الفاتورة أو في رسائل الاعتماد 10 مليون دولار، فالمستلم راح يستلم 9 مليون دولار. هذه تتجه باتجاهات التبييض ويعد جزء من عندها داخل العراق لتمويل أحزاب، لتمويل حركات، تمويل اتجاهات مسلحة تضييق وما إلى ذلك. وبالتالي المسألة متشعبة، نحن ربما اليوم رصدنا قمة الجبل الذي يظهر أمامنا، لكن هناك أجزاء كبيرة وتفاصيل وحيثيات كثيرة الحقيقة يعني مخفية، وربما مع مرور الوقت سنكتشف المزيد. نعم دكتور سنا عبد القادر، حكومة السوداني أول ما جاءت رفعت شعار التصدي للفساد، الحرب على الفساد، ومنه الحرب على الفساد المالي. طبعا استردت أموال منهوبة من فاسدين ومن لصوص وما إلى ذلك. ومن أيضا في مسار هذه الحرب على الفساد هو قضية يعني إيقاف استنزاف العملة الصعبة الدولارية من الأموال العراق، لكن لحد الآن هذه الإجراءات لا أثر لها في الحد من هذا الاستنزاف المستمر أو التخفيف من اندفاعته أو من وتيرته. لماذا لا أثر له؟ لماذا لا أثر له؟ لأنه الحكومة العراقية غير جادة، وعندما خرج السوداني في مقابلة تلفزيونية وصرح بأنه قمنا باسترداد هذه الأموال، أنا باعتقادي هذه الأموال لا تشكل إلا 5%، يعني أمثلها بالجبل الجليدي داخل المحيط الذي ترى أنه جزء من هذا الجبل الجليدي، ولنقول 10% أكثر شيء، لكن 90% تحت الماء. هنا عندنا نفس الشيء،
جل الأموال والنسبة كبيرة من الأموال التي قاموا بتهريبها مختلف الأحزاب السياسية ومختلف المكاتب الاقتصادية التابعة لهذه الأحزاب إلى الخارج لم تسترد لحد الآن، وقامت شركات عالمية باستغلال هذه الأموال العراقية في معاملات تجارية وفي استثمارات خارجية اقتصادية داخل دول مختلفة، ولذلك لا يمكن العراق أن يستفاد من عندها، لأنه الآن لو قمنا بعملية تتبع لهذه الأموال التي تم تهريبها من العراق لم نجد إلا جزء قليل من عندها، لأنه الجزء الكبير كان قد استثمر في معاملات وتجارية ضخمة جدا من قبل شركات عالمية ولا نعرف أين ذهبت. إذن علينا أن نقوم بدراسة واستقصاء لهذه الأموال أين ذهبت، ويمكننا أن نستعان أن نستعين بشركات خارجية أو مؤسسات دولية خارجية نعتمد عليها، لأن وجود كثير من هذه الشركات والمؤسسات العالمية قد يكون تظهر نفسها بأنها جيدة ولكن من جهة أخرى هي غير جيدة. إذن علينا مسألة إرجاع هذه الأموال من أجل استثمارها داخل العراق، هذه مسألة مهمة جدا وصعبة، ويجب أن نضع لها أسس ونحقق لها أهداف، هذه الأهداف تعتمد على أنواع هذه الخبراء الذين يقومون بهذا العمل. نعم نعم أستاذ زياد، في نفس النقطة في أهداف أو شعارات حكومة السوداني في التصدي للفساد والفاسدين وكبح جماح هذا الفساد، هل تعتقد أن الحكومة كان لديها خطة مبنية على أسس اقتصادية وعلمية ومالية صحيحة في مسار التصدي للحرب على الفساد؟ نعم الأستاذ ماجد، احنا اليوم نتكلم في العراق نتكلم على منظومة البنك المركزي والحكومة، ونتكلم عن أطراف أخرى اللي هي أطراف السياسية الأقطاب السياسية التي هي داعمة لهذه الحكومة. المفارقة هنا أن هناك تصادم وتضارب في المصالح بين الدولة المركزي والحكومة العراقية وخططها المعلنة في مسألة التطوير والإصلاح والنهوض بالواقع الاقتصادي وتطوير القطاع المصرفي وغيرها، وبين الرغبات المنظومة السياسية المشكلة لهذه الحكومة التي ترى أن إنفاذ هذه الحلول الاقتصادية سيتقاطع مع مصالحها وسيضرب الكثير من الخطوط الإمداد المالي التي كانت يعني ولا زالت تعتمد عليه منذ 20 سنة من خلال المزاد، من خلال العمل التجاري الحر، العمل فوق القانون، مسألة تهريب البضائع السلع سميها ما شئت. إنفاذ هذه المسائل، إنفاذ هذه القوانين وهذه الإجراءات الحقيقة ستضرب مصالح هذه الأطراف التي هي في نفس الوقت مشكلة لهذه الحكومة. لذلك نجد أن اليوم البنك المركزي الذي هو معني بمسألة العملة، مسألة دعم الدينار الذي هو ربما الضحية الأكبر بالإضافة إلى الفرد العراقي، هو الضحية الأكبر لكل هذا الخلل النقدي والاقتصادي والمصرفي الذي يعانيه الاقتصاد العراقي. يعمل البنك المركزي اليوم في حقل يعني حقل ألغام، يحاول أن يبتعد عن المناطق التي يتقاطع فيها أو يدخل في صدام مع الأطراف السياسية، وبالتالي سيكون المجال أمامه محدود جدا لإحداث إصلاح حقيقي. هذا طبعا إحنا إذا افترضنا أن هناك نوايا حقيقية ورغبة نعم. حقيقية من قبل البنك المركزي لإحداث المصالح، وبالتالي حتى لو كان هناك إنفاذ لبعض الحلول لن تكون النتائج حقيقية، لأن هناك المطلوب الحقيقة يعني تغيير وإصلاح بنيوي لكامل هيكل الاقتصاد العراقي، بدءا من البنك المركزي نفسه ونزولا إلى المصارف وكافة الشركات الصرفة وغيرها من القطاعات. أشكرك، أستاذن منك ومن ضيفنا في أوسلو دكتور سناء عبد القادر ومن المشاهدين الكرام، لنتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش مع الضيفين في حلقة طاولة حوار عن التبعات الاقتصادية للبيع المليوني الدولاري عبر منافذ البنك المركزي والعقوبات الأمريكية على مصارف الميليشيات. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا.
برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل أبد كل العراق. نازل نازل نازل. خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها. من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري، ها صار لهم 4 سنين ما ندري هم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار تبحث في التبعات الاقتصادية والمالية لمنافذ بيع الدولار من البنك المركزي العراقي، ومن ثم تهريب ضيفاء الطاولة الأستاذ زياد الهاشمي وسناء عبد القادر. بلكت تسدون الصوت بالغرفة السيطرة يا شباب. مع زياد أيضا، أستاذ زياد في شهر كانون الثاني سدون الصوت، ده يرجع عليه صوت، ده يرجع عليه صوت، يرجع عليه. في شهر كانون الثاني أستاذ زياد الهاشمي، القانون الثاني الماضي فرض الفيدرال الأمريكي أيضا قيودا صارمة على بيع الدولار عبر منافذ البنك المركزي العراقي للحد من تهريب العملة، وهناك أيضا عقوبات على 14 مصرف تابع أو مملوك للميليشيات. مع ذلك هذه العملية والعقوبات الصارمة لم توقف هذا المسار في عملية استنزاف أو نهب منظم للدولار في العراق ومن ثم تهريبه إلى إيران وسواها، لماذا؟ نعم استاذ ماجد، هذه البنوك ال 14 اساسا كانت موجوده في القائمه الاوليه في بدايه السنه، كانت هي القائمه يعني 18 مصرف. يبدو ان هناك تدخلات سياسيه من خلال العلاق ووزير الخارجيه العراقي خلال زيارتهم الشهيره الى واشنطن ولقائهم بالفدرالي والخزانه الامريكيه، تم تقليص العدد الى اربع مصارف تم يعني معاقبتها، لكن بقيت المتابعه والمراقبه للمصارف ال14 الاخرى والتي تم معاقبتها مؤخرا. هذه المصارف بشكل يعني بشكل مبسط تم تاسيسها لا لتقديم خدمات ائتمانيه للاقتصاد العراقي، خدمات قروض، خدمات دعم، خدمات يعني فتح مشاريع او تمويل مشاريع وغيرها كما يعني تقوم المصارف والبنوك حول العالم، انما هدفها الرئيس بشكل رئيسي هو المشاركه في مزاد العمله، شراء الدولار من خلال المزاد، دفع الدينار، اخذ هذا الدولار، تحويل جزء من عنده الى الخارج، والجزء الاخر يتم ضخه داخل الاقتصاد العراقي ودخوله الى نشاطات يعني عليها شبهات فساد وتهريب. وبالتالي اليوم يعني الفدرال الامريكي الحقيقه لديه منظومه متكامله، منظومه ترصد كل حركه كل دولار، وهي جزء من عندها المنظومه السوفت المعروفه، المنظومه العالميه. هذا الحقيقه كان في الفترات السابقه العراق يستخدم هذه المنصه او هذه المنظومه، لكن كان هناك تسهيلات امريكيه بالسماح للحوالات كيفما كانت، سواء كانت مشبوهه او كانت نظيفه. لكن حدث القرار السياسي الأمريكي، وهذا طبعا أخذ في سياق المشاكل أو المفاوضات الأمريكية الإيرانية في موضوع الملف النووي الإيراني، كلما أبدت إيران نوعا من التعامل. أستاذ زياد دقيقة بالله، الحقيقة نعم. هناك من يتحدث عن أساليب ممارسات احتيالية التوائية مخادعة للإفلات من هذه العقوبات الأمريكية، هذه خلينا هم أيضا يعني سؤال وعلي جواب. وأيضا أسألك، هل تتوقع أن هناك جدية أمريكية في معاقبة هذه المصارف لإيقاف عملية تهريب الدولار، ويمكن لهذه العقوبات أن تتوسع في المرحلة القادمة إذا ما بقي الوضع في العراق على هذه الكيفية التي عليها الآن؟ نعم، الشق الأول من السؤال، بالتأكيد المصارف المعاقبة 14
أغلبها الآن بدأوا بالتحرك بالخطة باء التي هي يعني تعتمد على الحصول على الدولار من خلال السوق السوداء والسوق الموازية. تركوا الآن الدولار المزاد واتجهوا إلى الدولار الموازي. هذا الحقيقة هو الذي أحد الأسباب التي حدثت التي سببت ارتفاعا في الطلب على الدولار وانخفاض قيمة الدينار العراقي في المقابل. كذلك هناك ترتيبات جديدة لهذه البنوك خلال الأيام القادمة ستتضح كيف سيكون عمل هذه المصارف، إما وضع واجهات جديدة للتعامل من خلال يعني مزاد العملة يعني إعادة تدفقات الحوالات إلى الخارج، أو ربما يعني التعاون مع أطراف خارجية بطريقة أو بأخرى. هذه نحتاج يعني بعض الوقت حتى نستكشفها. نعم. الشق الثاني، الولايات المتحدة الأمريكية والفدرال الأمريكي الحقيقة لديه الكثير من الأوراق، ليس مع العراق فقط، مع البنوك المركزية في كل دول العالم. العالم يتعامل على مستوى 42% من العملة التي يتم تداولها حول العالم هي الدولار، وبالتالي لديها قوة يعني قوة ودالة على كل البنوك المركزية التي تتعامل بالدولار. اليوم على العراق هناك خطوات تدريجية. الخطوة الأولى كانت معاقبة المصارف وإنذار مصارف أخرى. بالمناسبة هناك مصارف أخرى يعني تم إرسال توجيهات أو يعني إنذارات وملاحظات على أدائها، قد تدخل قائمة العقوبات مستقبلا. هذه ربما تكون المرحلة اللاحقة. المرحلة الثالثة أو المرحلة التي قد تحدث الآن هو عملية تدقيق في مصادر الدينار العراقي الذي سيدخل إلى المنصة لشراء الدولار. الآن ستدقق الفدرال الأمريكي، كل تاجر أو كل شركة أو كل مصرف يأتي لشراء الدولار من خلال المزاد تبحث، يجب أن يقدم ما هي مصادر هذا الدينار العراقي. هذه عقبة أخرى الحقيقة سابقة لم تكن موجودة. المرحلة اللاحقة ربما سيحدث ضغوطات من المركز من الفدرالي على المركز العراقي بتقليص عمل المنصة أو عمل المزاد. ربما سيتم حصرها بالبنكين الرئيسيين اللي هي المصرف الرافدين ومصرف الرشيد ومنع باقي المصارف. هذه الحقيقة هناك الكثير من الإجراءات المتوقعة التي ربما يأخذ الفدرالي لحصر مسألة الحوالات والتهريب وغسيل الأموال. واضح. دكتور سناء عبد القادر، بعد عام 2003 المصارف الخاصة أو الأهلية وكلها طبعا مملوكة للميليشيات وزعماء الأحزاب تكاثرت كالفطر. هناك الحقيقة التقارير تتحدث عن 77 مصرف تابع للميليشيات. هل ثمة حاجة للقطاع المصرفي العراقي لهذا العدد الكبير من المصارف في بلد اقتصاده أو قطاع الاقتصادي والمالي شبه منهار؟ نعم، لا توجد حاجة لهذه المصارف الكثيرة العدد والتي قلت أنها 77 مصرف. نحن نحتاج إلى عدد قليل من المصارف من أجل السيطرة عليها. ولو نرجع إلى الخلف، أنه عندما صارت مشكلة في زمن الكاظمي قامت الحكومة العراقية بالاقتراض من هذه المصارف التي كان عددها ما يقارب 44 مصرف. طيب لو نسأل من أين لهذه المصارف هذه الأموال التي تقوم بإقراضها إلى الحكومة العراقية؟ أنا بالتأكيد طبعا أعرف أن هذه المصارف أخذت هذه العملات الصعبة وهذه الثروات من الحكومة، يعني منها وإليها أخذت من الحكومة وقامت بإقراض الحكومة لدفع رواتب الموظفين. بعدين عندنا مسألة معينة، لا زال لحد الآن لا توجد لدينا حسابات ختامية من 2006 لحد الآن، ولا توجد لدينا نتائج تنفيذ الخطط الاقتصادية بالعراق والتي هي 2018-2022 تحولت إلى الورقة البيضاء ومن ثم تحولت إلى قانون دعم. إذن هذه القوانين عندما تقوم بإصدارها معنى ذلك أنه هناك لا توجد جدية لهذه الدولة، فكيف يتم التعامل مع هذا العدد الكبير من المصارف؟ إذن علينا أن نقوم بحصر عدد معين لهذه المصارف وعدم إعطاء إمكانية للمصارف أخرى وعدم إعطاء إجازة، وإنما بالعكس غلق هذه المصارف. لو تأخذ أنت هذه المصارف 14 10 مصارف منها إسلامية من ضمن 14، معنى ذلك أن هذه المصارف الإسلامية التي تابعة لأحزاب إسلامية
هي التي تسيطر على الاقتصاد الوطني العراقي. بعدين لدينا مسألة مهمة، مسألة دولرة الاقتصاد الوطني العراقي، هذا خطأ جدا كبير. نحن علينا أن نقوم بالتعامل مع الدينار العراقي، ولذلك ترى أن قيمة الدينار العراقي انخفضت مقابل الدولار الأمريكي من 1130 الآن إلى 1500 حوالي أكثر. هذا طبعا خطأ كبير ويؤدي إلى انهيار الاقتصاد الوطني العراقي. نعم أشكرك أستاذ زياد. جيد دكتور سناء، وصلنا إلى نقطة الدينار وأيضا تأثر بهذه يعني بهذه الدربة كالموجودة، عقوبات مصارف ميليشيات، نهب منظم للدولار. هل تتوقع أن الدينار سيضغط عليه، يتعرض لضغوطات كبيرة في المستقبل ليفقد أيضا جزء من قيمته؟ هناك الحقيقة من يتحدث وإن كان على منصات التواصل الاجتماعي أنه قد يكون الرقم يصل إلى لكل 100 دولار 200 ألف دينار عراقي. يعني بكل أحوال أستاذ ماجد، إحنا نتكلم على بلد نظام المصرفي نظام يعني شديد الهشاشة الحقيقة، يتعرض لهزات مع أقل الأسباب، وبالتالي الدينار هو يعني يتبع أو يحمل هذه الصفات التي يحملها الاقتصاد العراقي أو نظام المصرفي العراقي. الحلول التي قدمها البنك المركزي هي حل واحد فقط، ضخ أكبر ما يمكن من كمية أو كتلة الدولار في الاقتصاد المحافظة أو لدعم قيمة الدينار. بالتأكيد هذا قد يؤدي إلى حلا أو يعني آثارا إيجابية، لكنها آنية وتكون وقتية، لأن السوق عندك اليوم يعني حجم طلب كبير جدا، وبالتالي كمية ما يتم ضخها من الدولار سيتم سحبه بكل الأحوال وسيزداد الطلب، وهناك استمرارية. هناك أطراف كثيرة الآن دخلت بعد حظر الـ 14 مصرف، دخلت إلى السوق الموازي للطلب على الدولار الموازي، وهذا أدى إلى مضاربات، وكل هذا بالتأكيد هو تدهور في قيمة الدينار العراقي. حتى لو قلنا أنه لا يوجد ربما قد لا يحدث انهيار سريع للدينار العراقي، لكن هناك انخفاض تدريجي في قيمة الدينار العراقي، وهذا معنى أن هناك يعني تضخم يعمل بصمت، يعني يستهلك ويستنزف ويأكل من قيمة المدخرات المواطن العراقي سواء كانت الرواتب أو مدخرات أخرى. هذه المسألة الحقيقة القاتل الصامت للاقتصاد العراقي أو المواطن العراقي هو هذا التضخم الذي لا تعلن عنه الحكومة. لدينا اليوم الحقيقة يعني عدم شفافية عالية، لا نعرف ما هو يعني المقدار الحقيقي للتضخم. تذكر أنه معد بحدود 6 إلى 6.2، لكن هذه الأرقام التي يظهرها الارتفاعات المستمرة في أسعار السلع والخدمات داخل العراق، الحقيقة أن رقم التضخم هو أكبر من ذلك بكثير. نعم دكتور سناء عبد القادر، مزاد العملة وهذا بملايين الدولارات يومية، الحقيقة الخبراء الماليون والاقتصاديون يتحدثون عن تأثيرات سلبية على السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي العراقي. ما هي هذه التأثيرات السلبية على هذه السياسة برأيك؟ التأثيرات السلبية هي على قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي، يعني لم تقم الحكومة العراقية ولم يقم القائمون على الحكومة العراقية لاستثمار هذه الأموال الطائلة التي نكسبها من بيع النفط العراقي في تنمية الصناعة والزراعة وبقية قطاعات الوطن العراقي. أن قوة كل عملة وطنية تأتي من قوة اقتصاد الوطن العراقي، من قوة قطاعاته الاقتصادية. ومثل ما نعرف إن الآن لو تأخذ الآن الموازنة العراقية الأخيرة، أن نسبة الاستثمارات في قطاع الصناعة أقل من 3%، 2.9%، والزراعة حتى بحكم 1%. يا أخي كيف نحن نقوم بهذا العمل من أجل تحطيم الاقتصاد الوطني العراقي؟ إذن لماذا لا نستثمر العملات الأجنبية أو لا نستثمر مداخين الوطنية النفط العراقي في تنمية قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي؟ الاقتصاد الوطني العراقي الآن ضعيف، لذلك ترى أنه هذا التضخم يأتي من ضخ العملات. يعني علينا أن نقوم بسحب هذه العملات، يعني هذا التضخم علينا أن نقضي عليه، لأنه لو ترى أنه قبل 10-12 سنة كان سعر الدولار هو 1130 دينار، نعم. الآن حوالي 1500 وقد أصعد أكثر. هذا شو معناته؟ معناته أنه لدينا تضخم،
وكذلك تضخم هو يؤثر على قطاعات اقتصاد الوطن العراقي. نعم نعم. زياد، تحدثت عن جزء من تأثر السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي من استمرار بيع مزاد ومنافذ بيع الدولار الأمريكي 250 مليون دولار. ممكن أكثر أيضا، كيف تتأثر أو تأثرت السياسة النقدية بهذا المزاد المستمر ب 250 مليون دولار يوميا؟ نعم، هذا الرقم المعلن الذي يعلن البنك المركزي. أكو رقم مخفي يعني؟ نعم، الآن حسب تصريحات المحافظ قبل يومين، تحدث الآن بالحقيقة التي كنا يعني الحقيقة نطالب فيها خلال الفترة السابقة. نعم. البيانات التي كان يعني تصدر بشكل يومي أو الإعلان اليومي للمبيعات، تذكر أن هذه الـ 250 أو 231 مليون هي مبيعات وتقسمها حوالات خارجية ويعني مبيعات للقطاع المصرفي الداخلي. أكد الرجل المحافظ، محافظ البنك المركزي على العلاق، أن هذه ليست مبيعات وإنما هي طلبات ترسل للفدرال الأمريكي من خلال المنصة، يوافق قد يوافق على بعضها وقد يوافق قد يرفض البعض الآخر. بمعنى أنه ذكر أن المعدل ربما يكون بين 150 أو 160 مليون دولار بدلا من 250، بمعنى أنه 100 مليون دولار يتم رفضها، وحوالات بقيمة 100 مليون دولار يتم رفضها. هذا الحقيقة في رأيي، وإحنا يعني مهتمين في الجانب الاقتصادي، أن هذه التفاصيل الدقيقة مهمة جدا. هذه ليست رسائل سياسية ممكن تتلاعب فيها، هذا اقتصاد، الدقة مطلوبة جدا. هذا فيها نوع من التفضيل للأسواق وللاقتصاد وحتى للمواطن، أن البنك المركزي يضخ، معنى يعني البيانات اليومية، أن البنك المركزي يضخ يوميا 250 مليون دولار من خلال يعني الاقتصاد العراقي، لكن في الحقيقة هو أقل من ذلك بكثير، حتى يعطي رسائل إيجابية يسيطر من خلالها على مسألة حمى شراء الدولار وتخفيض قيمته أمام الدينار العراقي. هذه الحقيقة يعطيك يعني إثباتا أن البنك المركزي ليس لديه أدوات كثيرة للتعامل مع الأزمات التي تحيق بالدينار العراقي، ليس لديه إلا زيادة الكتلة النقدية التي يعرضها من خلال المزاد، وإصدار مثل هذه البيانات أو هذه الكتب الحقيقة التي فيها تضليل عالي. لذلك هذا البنك المركزي، أنا ذكرت يعني بالبداية أنه محاط ويعني عليه ضغوط وحصار ربما من الأطراف السياسية التي لا تسمح له، إن كانت لديه نوايا الحقيقة بالحال، بالعمل بشكل مريح، وبالتالي ليس لديه مجال للإنجاز وليس لديه مجال كبير يعني للعمل بشكل فعال لإصلاح المشاكل الاقتصادية الموجودة أو المشاكل التي يعانيها الدينار العراقي. نعم دكتور سناء، هناك من الحقيقة من يطالب بأن يكون منفذ بيع الدولار لمصارف حكومية تابعة للحكومة وليس إلى مصارف أهلية خاصة مشبوهة تدور حول شبهات فساد وأنها مملوكة لزعماء الميليشيات. هل ثمة فرق بين المصارف الآن في العراق الأهلية والحكومية؟ هل لو أن هذه الملايين من الدولارات بيعت للمصارف الحكومية سيكون هذا الدولار أكثر جدوى للحركة الاقتصادية العراقية، للسوق العراقية، للقطاع المصرفي والمالي في العراق إذا ما بيعت لمصارف حكومية؟ أنا باعتقادي لا شك في أنه لو خولنا المصارف الحكومية التي هي الرافدين والرشيد ببيع العملات، وكما قلت في بداية الحلقة نقوم بتأسيس مديرية الرقابة على النقد الخارجي أو مديرية الرقابة على التحويل الخارجي حتى نقوم بالسيطرة، هذه المصارف الأهلية يجب أن تكون تابعة لهذه المصارف، ومن هنا تأتي قوة البنك المركزي العراقي. نحن نعرف أن البنك المركزي العراقي هو بنك البنوك كما نسميه نحن الاقتصاديين، إذن علينا أن نعطيه هذا الدور، والدور الثاني لهذه المصارف الحكومية الرشيد والرافدين كما كنا في سبعينيات القرن الماضي عندما كان الدينار العراقي يساوي 3.3 من الدولار. الآن مع الأسف الدولار الأمريكي يساوي 1500 دينار. طبعا أرجع وأقول هذا ناتج من ضعف قطاعات اقتصاد الوطن العراقي التي لا تنتج شيئا، لا ينتج شيئا، ولذلك طبعا معتمدين على الاستيراد من الخارج. وكما قلت سابقا أنه الآن المجتمع العراقي أصبح مجتمع استهلاكي. خذ نظرة وإلقي نظرة على بغداد وترى ما هو عدد
المراكز التجارية المولات، وترى أنه ارتفاع نسبة البناء. نحن نعرف الآن مسألة مهمة أنه الاستثمارات صارت في العقارات داخل العراق. لماذا؟ لأن الاستثمارات قامت تأتي من خارج العراق، يعني لم يسمحوا لهذه الأحزاب السياسية ولهذه المكاتب السياسية بتصدير العملة الصعبة إلى الخارج، فلذلك قاموا بتمويل هذه المشاريع ببناء المولات وبناء المراكز التجارية لصالحهم. يعني أنا صديق قال لي قبل يومين ثلاثة من بغداد، قال لي تصور أنه يعني لو أي شخص يلقي 25 متر مربع أو 50 متر مربع لبنى عليها عمارة سكنية أو غير سكنية، وتمت بيع في بيت في المنصور بسعر 6.5 مليون دولار، يعني إذن هذا ارتفاع في سعر العقارات هو هذا نتيجة. نرجع مرة ثانية كذلك انكماش الاقتصاد الوطني العراقي وعدم تمكنه من سيطرة القائمين على الاقتصاد الوطني العراقي على قطاع الاقتصاد هذا ومن تنميته و مثل ما تقول دفعه الى الامام. واضح. ولو خطوة واحدة. نعم. زياد، يبدو العقوبات الأمريكية مستمرة وستتوسع بحيث بحسب الخبراء الاقتصاديين والماليين عقوبات الفدرال الأمريكي على المصارف العراقية سواء كانت حكومية أو تابعة للميليشيات على القطاع المصرفي والمالي لاستمرار في خرق العقوبات واستمرار تهريب الدولارات. ما هي أخطر التداعيات والتبعات على القطاع المصرفي لهذه العقوبات على القطاع المصرفي والبنكي والمالي في العراق؟ يعني الآن تصريح مساعد وزير الخارجية الأمريكي إنه هذه ليست عقوبات، هي مجرد منع من تداول الدولار. أنا جرت إذن كما يقول السيد. أنا الحقيقة أعتبرها يعني عقوبات متكاملة الأركان. نعم. المنع من التداول الدولار معناتها المنع من الدخول للمنصة، معناتها المنع من استخدام منظومة السويفت، معناتها المنع من التواصل مع البنوك العالمية، وبالتالي أنت اليوم تعتبر تحت عقوبات، تحت عصابة، مثل وضع ما صار مع البنوك الروسية في بداية الحرب الأوكرانية الروسية. وبالتالي هناك زياد من ربما بالغ قال إذا الأمور استمرت قد يرجع العراق إلى الفصل السابع تحت الوصاية الدولية. الولايات المتحدة الأمريكية الحقيقة يعني لا يناسبها عودة العراق إلى ربما وضع سابق، لأن الحقيقة هذه فيه تبعات على المجتمع الدولي وعلى الولايات المتحدة نفسها، لكن النموذج الحالي الحقيقة هو نموذج مناسب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لا تريد العراق أن تكون دولة ناجحة الحقيقة بشكل كامل، ولا تريد دولة منهارة، تريد المسألة تريد العراق يعني يسير بخطى متعثرة، ضعف النظام النقدي، فساد مستشري، بطالة عالية، مجتمع استهلاكي، مبيعات نفط، لا يوجد قطاع صناعي اخرى. هذا النموذج هو يعني النموذج المناسب للولايات المتحده وبعض الدول الاخرى للاسف كذلك، وبالتالي فرض ادخال يعني العراق في البند السابع لن يناسب الولايات المتحده. لكن مثل ما ذكرت هناك ربما ستكون عقوبات على بنوك اخرى في القطاع الخاص وحصر استخدام المنصه لمصرف الرافدين والرشيد. هذه المصارف الحقيقه هي المصارف التي تعمل بامتثال بدرجه عاليه بالضوابط الامريكيه، جميع عقود الدوله، استيراد المواد الغذائيه تتم من خلال هذه البنوك، استيراد الادويه وفتح الاعتمادات لشراء الادويه تتم من هذه المصارف، وبالتالي امتثالها امتثال عالي، وهناك رضا امريكي على اداء هذه البنوك رغم تقادم الانظمه التي تستخدمها. هذه الأنظمة يعني لم تتبنى الأتمتة أو الحوكة، ولا زالت تستخدم الأنظمة القديمة الورقية وما إلى ذلك. لذلك هناك مشاكل سواء في القطاع الرسمي الحكومي أو القطاع الخاص العراقي، وبالتالي المسألة يعني مفتوحة على جميع الخيارات. شكرا لضيفينا الأستاذ زياد الهاشمي الخبير الاقتصادي كان معنا من لندن عبر سكايب، وضيفنا من العاصمة النرويجية أوسلو الخبير الاقتصادي أيضا الأستاذ الدكتور سناء عبد القادر. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.